لكم في كل مكان، أحييكم مرة أخرى في انطلاقات سن الصغار، ومعارك ميدان الوتبة ما زالت مستمرة من أجل النواميس والانتصارات. أحييكم في هذا الشوط الذي يحمل شوطنا الحادي عشر في مهرجان سمحة الذهب وسمحة الإنجازات وسمحة السيوف وسمحة البارع الذي قدمها بشعار هجن الرئاسة في ذلك اليوم والفرحة التي لا تنسى. هكذا متابعينا الكرام في كل مكان، أذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول اللي الآن تسيطر مع المركز الأول اللي متقدمة في هذه اللحظات الزاهرة في هذه اللحظات مع المركز الأول. تتقدم ويقدمها لنا بدر بن طويرش بن محمد الوهيبي من يقدم لنا الزاهرة مع المركز الأول، وشعار له سلالات قوية وإنجازات عديدة يشارك في هذا اليوم. المركز الثاني في هذه اللحظات القادمة والمنطلقة مع المركز الثاني اللي وصلت الفارعة في هذه اللحظات، حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري مع المركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات الفارعة غيرت الى المركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي وصلت وتقدمت وتحمل الرقم 42 اللي قادم العزوم محمد بالطوير بالمر العامري مع المركز الثالث ورابع المراكز في هذه اللحظات. القادمة مع المركز الرابع غيرت وانطلقت هنالك مع الجانب الاخر النهضة محمد بن علي بن دري المنصوري، بينما المركز الخامس تحمل الرقم 51 يتقدم سالم بن حمد بالزفنة العفاري مع المركز الخامس. هكذا متابعينا الكرام النداء للخمس المراكز الاولى، ولكن نعود الى مقدمة الشوط الى المركز الاول في هذه اللحظات، وحذاري من الاسماء القادمة والاسماء اللي ما بعد الخمس. نعود الى الزاهرة، الله يا المركز الاول، الزاهرة 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 بن طويرش من اليوم يقول يا نايف عود للمركز الاول، اخوه مع الصدارة، اخوه مع المركز الاول، ويستاهل يستاهل بن طويرش اللي ما زال مع المركز الاول ومع الزاهرة الزاهرة اللي ما زالت في مقدمة الشوط، يقدمها بدر بن طويرش الوهيبي مع المركز الاول، بينما المركز الثاني اللي قادمه هنالك النهضة مع المركز الثاني محمد بن علي بن دري المنصوري يقدم لنا النهضة في هذه اللحظات، واحتلت المركز الاول وغير المنصوري غير مع المركز الاول ومع الكيلو الاخير والكيلو الخطير والقادمة ايضا اللي وصلت في هذه اللحظات مع اركان سالم بن حمد بالزفنة العفاري. يتقدم سفير الاصالة، يتقدم احد الاركان المهمة في الكيلو الاخير، ولكن اللي وصلت اللي تقدمت تحمل الرقم 104 حميد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي يقدم دكتورة هي اللي تقدم العلاج، هي اللي تقدم الوصفة، وصفة الانجازات، وصفة النواميس، ما زالت الدكتورة الدكتورة اللي تتفنن اللي تعالج الشوط. ولكن اللي وصلت ايضا النهضة قادمة، يتقدم بن دري، ينطلق بن دري المنصوري، ولكن الدكتورة ما زالت الدكتورة والنهضة الدكتورة والنهضة، من يعالج الآخر، من ينهض الآخر، ولكن الدكتورة تقدم العلاج والوصفة التي لا تنسى. تهانينا لمالك الدكتورة حميد بن الشطيط الوهيبي على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت فيه النهضة ملك مسلم بن دري
المنصوري محمد بن علي بن دري المنصوري، نعم المركز الثالث وصلت فيه ملكة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مع الشفق، والمركز الرابع 96 مع المركز الرابع وصايف فرج بن محمد بن غنام الهاملي 75 وين وصلت. المركز الخامس تحمل رقم 75 قصايد عبد الله بن طالب بن فحيده المري مع المركز الخامس. التوقيت الزمني للدكتورة 6 دقائق و8 ثواني وجزء من الثانية، ثانين لملك الدكتور أحمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي على هذا الفوز، بينما المركز الثاني وصلت فيه النهضة ثانين لمحمد بن علي بن دري المنصوري على فوز النهضة، واسم النهضة أيضا من الأسماء التي قدمتها حجم الرئاسة أتذكر في إحدى الإنجازات في يوم حصول جزيل على السيف. وهنا التوقيت الزمني، التوقيت الزمني الحبسي 6 دقائق 8 ثواني و7 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث اللي وصلت مع المركز الثالث تحمل الرقم 6 وتوقيتها 6 دقائق و10 ثواني وجزئين من الثانية، تهانينا المحمود من قدم الشفق محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، تهانينا للجميع والناموس. والكلمة تنتقل لحمدان اليحافي.